افتح باب الزنزانة. آدم آدم يا نهار اسود يا نهار اسود. آدم رد عليا. آدم حد يفكوا، هاتوا لي عربية إسعاف وهاتوا هدومه. آدم آدم رد عليا. آدم حد يفكوا. آدم آدم يا نهار اسود، ينعلقوا شكلك يا سيف حبيبي. آدم ايوه. حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه ينقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا يروح في سكين داهيه؟ لا لا عارفين. طب اقفل 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 بقى، مش وقته. اقفل ماشي يا شنبيه، شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. آدم أنا آسف يا آدم، أنا يوم ما أقنعتك إنك أنت تسلم نفسك كنت واخد وعود إن أنت مش هيحصل لك حاجة، بالعكس كنت واخد وعود إن إحنا هنساعدك وهنقف جنبك، عشان أنت عارف إن أنا أكتر واحد في الدنيا دي عارف إنك أنت مظلوم. بس فجأة فجأة لقيت إنه بيحصل غير كده. آدم أنا حلفت يمين إن أنا أعيش عمري عشان أحقق العدل، فجأة اكتشفت إن أنا بقيت بحقق الظلم وظلمتك أنت أول واحد. عشان كده آدم أنت ملزوم مني إن أنا أهربك، ودلوقتي حالا. يعني انت مش عايز تظلمني وعايزني انا اظلمك؟ انت لو عملت كده تبقى بتضر نفسك. بعدين يا باشا انا بجد تعبت خلاص، اللي يحصل يحصل. باشا انا اصغر بكتير قوي من اللي بيحصل لي ده، بجد مش قادر خلاص. عارف يا باشا لما انت جريت ورايا وانا سبتك ومشيت، كنت متأكد ان انت مش هتضرب، صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت ابن ناس، بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الاغنياء، مع ان انا متأكد ان اللي اخترع الكلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا، وانا متأكد انك منهم. وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا، وانا بخاف ربنا قوي يا ادم. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه. ما تقلقش عليا يا ادم، ما تقلقش. طب انا يا باشا عملت اللي يرضي ضميري وعملت الصح ووقفت مع الحق، بيحصل معايا كده ليه؟ ادم
في ناس بيتهيألوها منهم انظلموا، وهما فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس، بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من عبادي هياخد حقه 24 قيراط. وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمه معينه، ويا بخت اللي يستخدمه ربه. بعدين يا ادم ما تقلقش، صوت الحق هيعلى في النهايه، مهما عالي صوت الظلم دلوقتي في الاخر صوت الحق هو اللي هيبان، هو اللي هيعلى. عشان كده انت لازم تهرب ودلوقتي حالا، انا مرتب لك كل حاجه، مش فاضل غير انك انت تنفذ وبس. يلا يا ادم يلا، ما تبصش على حاجه، انا مرتب لك كل حاجه ما تقلقش. يلا فضل مولانا، فضل عبده، فضلوا اساتذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا جبت المأذون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا. مالك مستعجل قوي كده ليه؟ انا لسه عاوز اتكلم مع ساميه الاول. ما عادش بينا كلام، الكلام خلص. استهدي بالله يا ساميه، ما يبقاش قلبك اسود كده، ده انا عبده جوزك برضه، هانت عليك العشره للدرجه دي؟ عموما يا ستي هقولها لك تاني وتالت وعاشر، حقك عليا. انسى. مش هقولك عشان خاطر المره دي، عشان خاطر الواد اللي بينا. الواد ده هيتربى احسن لما يبعد عنك. يعني انت خلاص مصممه؟ ايوه مصممه، ولما طلقتنيش هفضحك في كل حته، وهقول عليك مدمن مخدرات، وهقول انك عايش عال على قفايا، وهفضحك في كل حته. ياه، هي حصلت للدرجه دي؟ طيب انت طالع يا ساميه. يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش، انا جايلك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقولك بعدين. يا فندم انا واجه اتهام رسمي للمقدم هشام مطلوب قدام عليك، هو اللي هرب ادم عبد الحي، وانا ذكر وادي كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم، ما حصلش يا سياده اللواء، كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كد، وحضرتك عارف ليه. انا يا فندم قاومته باقصى جهدي، بس هو خدني على اخوانه وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانه يا اخي؟ مش عيب عليك، ده انت ظابط، عيب عليك. ما تبطل بقى الحركات دي، عيب عليك انت. وانا عدته ايه؟ ده تبقى مصيبه، مصيبه وعدت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش قاصدني؟ عايزين انا عيادة العمليه بفضيحه؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مدكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدوله، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق، واولكم انا. بعد اذن عليك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا خالي، طمني. الحمد لله. هتاخد الدواء ده وهتجري وتبقى زي الحصان ان شاء الله. اتفضل معانا يا دكتور، هجيب الدواء وراجع. استرها يا رب، استرها. ايوه ايوه. اوعى تكون فاكرني هسيبك تنام الليل بعد العمله السودة اللي انت عملتها يا هشام مدكور. قلت لك مش انا اللي هربته، قاومته وهرب مني. على الكلام ده مش عيب. ما تبطل بقى نظريه المؤامره والشك اللي انت عايش لي فيهم طول الوقت. ده مش شك، ده يقين. واوعى في يوم من الايام تستخف بذكائي. انا سيف الحديدي. بص بقى يا سيف، عشان اريحك، عشان انا حاسك لا مؤاخذه واقف قدامي بتفرك. ايوه انا اللي هربته، واثبت اني هربته. لو شاطر وجدع يا سيف يا حديدي، اثبت ان انا هربته. ما انا عارف ان انت اللي هربته. حكايه بقى ان انا اثبت دي مش قضيتي، دي قضيتك مع الجهاز، يا حاسبوك يا حاكموك ماليش فيه. انا جاي هنا عشان اعرف حاجه واحده بس، هربته ليه يا هشام؟ عشان مظلوم يا سيف، مظلوم. والاوسخ ان انت عارف انه مظلوم ومع ذلك حطه في دماغك ومستقصده. مستقصده؟
على اساس ايه؟ ان الباشا كان دفعتي وبغير منه من ايام الكليه؟ يا ريته كان دفعتك. ما هو لو كان دفعتك ما كنتش قدرت تعمل معاه حاجه. لكن للاسف للاسف يا سيف احنا في البلد دي كده ما بنستقواش الا على الضعيف. حلو، يعني انت بتعترف انك قربت ارهابي، وارهابي حاطط النظام في شكل مش كويس. يعني انت بتتحدى النظام؟ انا بتحداك انت يا سيف، وقلتها لك قبل كده، لو ذكر اثبت ان انا هربته. بص يا سيف، انا عاوزك تجيب لمؤاخذه حصيره وتفرشها قدام باب امن الدوله، وتقعد عليها وتقعد تعدد وتقول اللي داخل واللي خارج هشام مدكور هرب ادم عبد الحي، وبرضه مش هتعرف تثبت. انت عايز تجيب حصيره وفرشها قدام باب امن الدوله؟ شكلك كده مش هتجيبها البر يا هشام مدكور. انا على البر يا باشا. انت اللي غرقان في بلاويك وعقدك المكلكعه وغلك وحقدك على الناس. في مدرستك الوسخه اتعلمنا حاجات كتير قوي، وشفنا حاجات ما تتصدقش. شفنا ناس اتدفنت وهي صاحيه، شفنا شيوخ وانت ملبسهم بدل راس، شفنا دكاتره ومهندسين ومحاسبين وناس محترمه وانت جايب مراتاتهم وبناتهم ومقلعهم عريانين قدامهم. انت مريض يا سيف، انت مريض سادي، لازم تتعالج عشان وجودك وسطينا اكتر من كده خطر عليك وعلينا. بس يا دكتور على النصيحه الغاليه دي، ان شاء الله قريب هجيلك العياده مره تانيه بعد ما تترفد ان شاء الله من امن الدوله. اسمعني كويس عشان مذكور، كل الكلام اللي انت قلته ده في الهوا. حقود وغيور وظابط حمار يا ابني، انت بتجيب المعلومه بعدها بسنه، يعني مؤاخذه كده صلاحيه منتهيه معفنه. عموما احنا تلامذتك يا باشا. وبعدين على فكره عايز اقول لك على حاجه، اسهل حاجه ان انت تعذب بني ادم عشان تاخد منه معلومه. عارف انا لما بحقق مع واحد وما بلاقيش عنده معلومه ما بحسش بالذنب. عارف ليه؟ لان عمري ما ظلمت حد. لكن الظالم اللي زيك عمره ما هينول رحمه ربنا. انت هتعيش يا سيف في سواد طول عمرك. السواد ده مش حواليك، السواد ده جواك. بص يا هشام مدكور، بص انت يا سيف، يلا بقى علشان انا عاوز انام. انت بتطردني؟ طبعا يا باشا، يلا يلا ما تفكرش، يلا عشان تلحق. يلا يا ابن الجزمه يا مستفز، ده انت عايز 30 طلقه في دماغك. ادم هو الضابط هشام شاف الفيديو وعرضوا على رؤسائه، بس هم شككوا فيه وطلبوا عرضه على خبير، بس ممكن الخبير ده يقول انه سليم ويثبت براءتك. انت بس انت، هم عايزين ايه تاني؟ معاهم شريط متصور فيه دليل براءتي اللي بدافع عنك وعني، معاهم دليل براءتي يا ناس. يا ابني يا ابني، القضيه كبيره، واللي مات ده مواطن امريكي وبلده قلب الدنيا عليه. حلو، اللي مات مواطن امريكي ظالم وبلده بتدافع عنه حتى وهو ميت، هم احرار. تمام كده. انا بقى مواطن مصري ومظلوم، بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ ولا احنا بس اللي مكتوب علينا نتهان بره وجوه؟ احنا بس اللي تقع علينا صخره؟ احنا بس اللي نغرق في البحر ونغرق في عباره؟ احنا بس اللي يولع بينا القطر؟ في ايه؟ الصبر، الصبر يا ابني. طب مين عارف؟ مش يمكن الخبير ده يرد بسرعه ويقول ان الفيديو سليم ويثبت براءتك؟ وممكن ما يردش بسرعه، وممكن يشككوا في الفيديو واتعدم. انا بقى انا معاك ان البطء في تحقيق العدل ظلم، ظلم، بس هي دي الدنيا كده. الظلم لما بيزيد عن الحد السما لازم تتدخل عشان تثبت قلوب المؤمنين بالله. ربنا موجود يا آدم وشايف كل حاجة ومش هيسيبنا أبدا. ادعي له يفك كربك.
يلا يا عاطف، انت بصمتك اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي لقيناها في مسرح الجريمه. يعني القضيه لابساك لابساك. ما تعترف يا ابني بقى وتخلصنا. يا باشا انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني، بس ما قتلناهوش، ما قتلناش. ما قتلناش، ما قتلناش. مش شوقي ده يالا اللي ظبطوك متلبس بقتله؟ هو اللي كان عايز يقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، فقتلته بالغلط، قتلته بالغلط. قتلته ليه يا عاطف؟ عشان كان عايز يغدر بيا زي ما غدر بسمير مصالح يا باشا. وغدر بيه ازاي؟ عشمناه اننا هنقبضه فلوس قصاد انه يدينا الهارد اللي سرقه مننا مرعي وبعهوله. وبعدين؟ لما قابلناه شوقي اول ما شافه راح هجم عليه وقتله. قتله؟ يعني كمان قتلته سمير مصالح؟ ده كده ثلاث جرائم يا حبيبي. مش انا، مش انا، والله العظيم يا باشا شوقي هو اللي قتله. انا كل اللي انا عملته اني ساعدته في دفنه، اكرام الميت دفنه يا باشا عشان ناخد منه الهارد. ولا عايزين ناخد منه الهارد يا بيه. ولا ونستر على كلمتنا. الهارد فين يالا؟ الهارد، الهارد هقول قول هقول يا باشا. الله شوقي هو اللي كسر الهارد وحرقه عشان كنا متصورين عليه واحنا بنسرق الامريكان يا بيه. يعني قتلتوه عشان تسرقوه؟ لا يا باشا، احنا لما دخلنا عليه لقيناه مقتول، قمنا سرقناه، بس مش احنا اللي قتلناه، مش احنا اللي قتلناه، والله العظيم ما احنا اللي قتلناه. انت هتعدي يلا اخلص. اتأخرتوا كده ليه؟ معلش خشوا. اتأكدتوا انه محدش ماشي وراكم؟ ما تقلقيش اطمني، خدنا بالنا كويس. طول عمر الاول في كل حاجه، يجي حته عيل ملوش 30 لازمه يمسح تاريخي كله كده بجره قلم. ليه يا ابني حصل ايه؟ انا اتحول للتحقيق؟ انا ايه السبب؟ ادم عبد الحي. مش انتوا كنتوا قبضتوا عليه واعلنتوا ده في الجرايد والاخبار؟ هرب تاني وهربت معاه كرامتي وهبتي. ما تقولش كده يا ابني، انت ولا اول ولا اخر واحد يحصل معاه كده. ولا عمره حصل ولا عمره هيحصل اصلا. يا ابني مسيرك تقبض عليه تاني. مفيش وقت يا امي، الامريكان عايزين يدخلوا يجيبوه، ولو وصلوا له قبل مني انا ممكن اتشل فيها. بعد الشر عليك يا ابني، ومالك واخد الموضوع على اعصابك كده ليه؟ هو ادم ده كان قتلك قتيل اكتر يا امي اكتر. حياه امي ما هرحمك يا ابني صبره. بص يا عبد الكريم بيه، انا قبضت على عاطف واعترف لي ان هو وشوقي اللي قاموا بالسرقه، واللي أكد على كلامه إن البصمة بتاعته اتطبقت مع البصمة المجهولة اللي احنا بقالنا كتير جدا بندور عليها. وادي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بيأكد على كل الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده غير يا فندم إن هو اعترف لي إن هو وشوقي قتلوا واحد اسمه سمير مصالح. سمير مصالح ده كان أخد الهارد من وراهم واتفرج على الفيديوهات وطبعا فيديو الجريمة، ولما كلمهم علشان يساومهم عشان يسكت راحوا قاتلينه وأخدوا الهارد للمرة التانية. بس المرة دي بقى سعادتك كسروه وحرقوه. ده على حسب رواية عاطف، وده بقى بيجاوب على لغز كان محيرنا بقاله كتير قوي، احنا ليه لحد النهاردة مش عارفين نلاقي الهارد. بس لحسن الحظ سعادتك ان كان في واحد اسمه سيد جيجا كان واخد نسخة من الفيديوهات على فلاشة من ورا سمير مصالح لما كان عنده الهارد قبل ما يتقتل، والنسخة اللي انا وريتها لسعادتك احنا لقيناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجة، وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها او يبيعها لاي حد غشيم. اما بقى شوقي ده بتاع محل البيره اللي احنا كنا حققنا معاه من الاول خالص، وطبعا انكر ونفى التهمه عن نفسه وكمان عرف يبعد شكوكنا عنه، وتصرف في جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف، ولما اختلفوا اتخانقوا مع بعض، اما عاطف قتل شوقي قبل ما شوقي يقتله، وبقيه المسروقات كلها لقيناها في الشقه وحرزناها، وده كشف بكل الحاجات المتحرزه. متهيألي بقى كده سعادتك القضية خلصت. يا هشام دي لفة صعبة قوي. معلش يا فندم، ما هي الحقيقة دايما بتبقى صعبة، بندور عليها كتير قوي
بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العدالة وننقذ آدم من المجهول اللي مستنيه. يا ريت، بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه؟ احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحاول نثبت براءته، خصوصا ان القياده السياسيه رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر. بجد يا فندم؟ ده خبر جامد جدا. ادخل. ما عليك مطلوب للتحقيق تحت، يا ريت بقى تبقى طمنا عليك. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا فندم نبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا هشام. يا سيف، عملت ايه في التحقيق؟ هنتلط يا باشا. ايه؟ واضح ان كلنا هنتلط بسبب الواد ابن صبري ده. من الواضح يا ادم ان انت لازم تهرب وتسيب مصر في اسرع وقت ممكن. اهرب ايه يا اخي؟ اهرب فين تاني؟ لحد ما يظهروا براءتك. اطمن، انا وكريم رتبنا كل شيء وفي اسرع وقت. احنا مش هنسيبك يا ادم، هنفضل معاك لغايه ما نثبت براءتك. كتر خيركم. انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده. وانا برضه عملت اللي عليا وزياده. واضح ان ربنا ليه حكمه في كده. لسه في امل يا ادم، لسه في دليل ممكن يثبت براءتك. انا مش عايزه عمري اشوفك ضعيف كده. ومش معنى ان هما ما اعترفوش بالدليل لحد دلوقتي يبقى نسكت ونسلم، وهو ده اللي انا جايلك علشانه النهارده. يا ادم، احنا مش هنفضل ساكتين ومستنينهم لحد ما يجوا يحققوا معاك. وهنعمل ايه يا علي؟ احنا مش جايين التحقيق عشان نثبت براءتك. بايدينا نظهر براءته للراي العام ونحرجهم ونبين استهتارهم وفسادهم. ازاي؟ هنعمل صفحه للتضامن مع ادم على النت ونسجل معاه حوار يحكي فيه الحقيقه، ونقول ان هم عندهم فيديو ومش عايزين يعترفوا بيه. طب فريدي انكروا ولا تخلصوا من الفيديو ده بالعند فينا؟ طبعا ده ممكن يحصل، بس على الاقل هنضمن ان هم مش هيقدروا يخرجوه بره مصر، لان ببساطه كل العيون هتبقى عليه ويتحكم في وسطنا في بلده بدل ما يتاخد مننا، ويعلم ساعتها ايه اللي ممكن يحصل فيه. هي فكره كويسه، وسيله ضغط ممكن تجيب نتيجه مفيده جدا. على الاقل هتنشر الحقيقه وتخلي الناس يبصوا للموضوع بنظرة تانية خالص. كلام معقول جدا، انت رأيك ايه يا ادم؟ ضحكتني والله. رأيي؟ على اساس ان رأيي يعني هيتاخد بيه؟ انا عمري ما حد خد برأيي. على فكرة انا كل يوم بقول رأيي. بس عادي، زي ما قلتوش بالظبط. اشمعنى بقى هيتصدق دلوقتي؟ يا ابني بطل تشاؤم، نفكر، يمكن نوصل لحل. ولا انت عايزنا نفضل قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا؟ يا ادم، زمان كانوا مسيطرين على الاعلام، انما دلوقتي في نت وفي مليون الف طريقه تقدر تعبر فيهم عن رايك بكل صراحه وحريه. الموضوع مش ان انا اقول رايي وخلاص، موضوع ان رايي يتاخد بيه. مش مهم ياخدوا بيه. انت مش قلت لي قبل كده فين بلدي مش واقفه جنبي ليه؟ بلدك مش حكومه وفساد بس، في ناس كمان. لو الحكومه مش هتقف جنبك ممكن الناس تقف معاك يا اخي. انا مش عارف افكر، اللي انتوا هتقولوه هعمله. قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي وأقل من العادي. أكبر حلم عندي إن أعيش مستور، وكل ذنبي إني أنقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. أنا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي أو يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت أو مراتك أو أختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف ما بقاش يتعمل.
وقد تم إيقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الإيقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. انتي اكتر واحده متاكده من براءه ادم وعايزه تساعديه، مش كده؟ اساعده؟ ده انا لو اطوله في دي بعمري كله مش هتاخر لحظه. ياه للدرجه دي؟ هو فداني بعمره كله وضيع حياته عشان يقف جنبي في لحظه. غريبه قوي، انا كنت فاكر ان انا لوحدي، مش مصدق ان لسه في ناس في الزمن ده بتفكر بالطريقه دي. آدم يوم ما مفكرش اتصرف بإحساسه، انت عارف؟ ده يمكن لو كان فكر كان مشي وسابني. ما أصل المشكلة إن احنا بقينا بنفكر أكتر ما بنحس، ويمكن هو ده اللي خلانا بقينا شايفين بعض بس ما بنقفش جنب بعض. بالاسم متجمعين بس الحقيقة إننا متفرقين. طمنتيني. اتفضلي. ايه ده؟ فيديو دليل براءة ادم. بجد؟ ايوه، انا خدت نسخة من الحرز اللي في امن الدولة وقلت اجيبها لك. بس ده مش خطر عليك؟ طبعا خطر جدا. على فكرة هم وقفوني عن العمل، متهمني ان انا هربت ادم. بصراحة انا فعلا اللي هربته. انت بتعمل كده ليه؟ لأني إنسان، إنسان قبل ما أكون ظابط، إنسان شايف قدامه واحد بريء عمال بيتعرض لظلم وقهر حتى في وجود دليل براءته. أنت فكرت كويس قبل ما تعمل كده؟ فكرت، وقررت بعد تفكير كتير على فكرة. واللي شجعني إن أنا أخد قراري إن أنا شفت الفيديو ده وقبضت على الراجل اللي سرق الامريكاني واتاكدت اني صح. ساعتها كرهت السكوت، سكوت على الظلم والقهر والعذاب والمهانه. للاسف انا كنت بضطر اسكت عشان دي اوامر وهي دي شغلتي. بس من النهارده يا نانسي انا مش هسكت تاني ابدا. انت بجد اللي زيك وزي ادم هم اللي بيدوني امل في بكره. المهم دلوقتي الفيديو انا عايزك تنشريه على كل الناس، انا عايز مصر كلها تشوفه. معرفش ازاي نانسي، ادم دلوقتي ما فاضلوش غير الناس، هم اللي بس في وقت الشده يقدروا يدافعوا عنه ويحموه. خلاص يا جماعه، انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الضابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الضابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءه صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حبيبتي تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه، طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا هعمله. بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي أقل حاجة ممكن أقدمها له، مش كده؟ يعني الضابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟
ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقول لك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا بفهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. صدقتوني؟ صدقتوني إن آدم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. ألف مبروك يا يحيى، كده أكيد آدم هياخد براءة. الحمد لله، الحمد لله، ألف مبروك. ألف مبروك. إن شاء الله أستاذ آدم يرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله.